السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم تاني أعزائي طالبات وطلبة الفرقة التانية، استكمال سيكشن اللي قبل الأخير في مادة تطبيقات محاسبية على الحاسب الآلي. دلوقتي هنشرح جزء المعادلات، ويبقى كده يتبقى لكم سيكشن إن شاء الله. زميلة الأستاذة أميرة تديكوا تسجل لكم السكشن الأخير إن شاء الله. وصلنا إلى كيفية صياغة المعادلة. قلنا علشان نصيغ معادلة في الإكسل لازم نحط إيه؟ علامة يساوي، تمام؟ قلنا ان المعادلة ممكن نعملها بقيم مطلقة. قيم مطلقة يعني ايه؟ قلنا ارقام اهي، 4 زائد 5، ونروح عاملين انتر، هنلاقي يظهر عندنا 9 اهي. ولو بصينا هنا في شريط الصيغ هنلاقي ايه؟ المعادلة 4 زائد 5. عايزين نرجعها تاني في قلب الخلية، دبل كليك اهي، 4 زائد 5. بس اول ما نعمل الانتر خلاص هيبان ناتج المعادلة. طيب افرض انا دلوقتي مش عايزة قيم ثابتة كده، يعني افرض انا عايزة ايه؟ قيم متغيرة، وفي نفس الوقت مش كل شوية هقعد اغير. يعني 4 زائد 5 دي لو انا حبيت اعملها 2 زائد 5، حبيت اعملها 1 زائد 3، كل شوية هفضل اغير اغير اغير. يبقى الافضل ان انا استخدم طريقة تانية تسهل لي الموضوع ده، اللي هي ان انا اخد اسماء الخلايا كمتغير. متغير يعني ايه؟ حاجة بتتغير. يعني زي ما شفنا كده مع بعض، الخلية دي 6، قلنا ايه؟ واخدة الرقم 89. طيب تعالوا نشوف مثال تاني. خلينا هنا نقول ايه؟ 12، 15، 14، 25، 32، 60، 90. ادي مجموعة ارقام. وهنا برضو كده مثلا نقول ايه؟ 45، هنا 55، هنا 30. انا ليه عملت الارقام دي؟ عشان ناخد عليهم امثلة. طيب اول حاجة خلينا كده نروح نعمل معادلة، نقول له مثلا يساوي، طبعا اهي المعادلة اللي انا بعملها دي حسب رغبة المستخدم. بقول له انا عايزة مجموع 55 ده اهي، وال45 دي، وال30 دي، تمام؟ اهو قلت له يساوي. بمجرد ان انا اضغط كده شوف طلع لي على طول اسم الخلية اهو H3. طيب لو انا عايزاها جمع، اجمع لي دي ودي ودي اهو، يبقى زائد، اروح على التانية كليك F2 زائد، كليك على التالتة اهو C3. طيب لو انا عايز اكتبهم بايديا ينفع؟ اه ينفع اوي اهو، بصوا كده معايا اهو. طبعا علامة يساوي زي ما احنا شايفين علامة يساوي. بعد كده هقول له H 3 زائد، ها اف كام؟ 2 اف 2 زائد سي 3. خلصت المعادلة اللي انا عايزاها، بلاحظ وجودها في شريط الصيغ، اروح عامل انتر، طلع لي المجموع بتاع التلاتة اهو. بصوا كده المجموع بتاع التلاتة 130 اهو، تمام؟ طيب
اللي هم دي ودي ودي. طيب ليه بقى؟ ايه ميزة ان انا اعملها في شكل متغيرات كده؟ علشان افرض انا حبيت اغير الرقم ده، بدل ما هو مثلا 55 خليه 100. وتعالى هنا بص كده واعمل انتر، طلع ايه الناتج الجديد اهو 175. شفت؟ يبقى دي ميزة المعادلة ام اسامي متغيرات. متغير يعني الرقم بيتغير، مش كل شوية بقى هنا في المعادلة اجي اغير المعادلة نفسها، لا ده انا ممكن اغير في المتغير ده مليون مرة، وكل مرة المعادلة هتطلع لي الرقم الصح اللي هو يديني المعادلة اللي هي المعبرة عن الإجمالي بتاعهم مهما تغير أرقامهم. ليه؟ لأنها حطاها بإيه؟ بأسامي الخلايا اللي هي بتمثل هنا في الحالة دي المتغيرات. المتغير في الحالة دي اللي هو اسم الخلية أهو، بص حتى خد كده أهو، الخلية H3 بلس الخلية F2 بلس الخلية C3 أهي، تمام؟ متغير مزايد متغير متغير، مهما اتغير بقى اي رقم يتحط هيتجمع، هيجي الاكس اللي يجمعهم مع بعض ويحط لي الايه الناتج اهو، وهيحط لي الناتج بعد ما اعمل انتر. طيب لو انا عايزه اجمع رقم ثابت على متغيرات المعادله دي عادي جدا اهو، بص H3 بلس F2 بلس C3، عايز اجمع رقم ثابت رقم مطلق، اعمل ايه؟ طبعا عشان انفذ دي الاول لازم احطها بين اقواس، ادي القوس وادي القوس الثاني. طب انا عايز اجمع رقم ثابت على المعادله اللي هي بتاعت جمعيه الارقام ايه المتغيره دي، هقول له بلس مثلا 34 وراح اعمل انتر. شفتوا اهو، ادي الناتج الجديد طالعه 209، تمام. طيب بدل ما انا عايز اجمع عليه رقم ثابت، ممكن مثلا عايزه اقسمهم على رقم ثابت عادي جدا اهو، على خمس مثلا اهو، الناتج طلع 35، تمام اهو. H3 بلس F2 بلس C3 جوه قوس، كل القوس ده مقسوم على 5، انتر يديني الناتج 35. طب اجمالي الثلاثة دول كان معناته ايه؟ متوسطهم لو انا جبت، لو انا عايز، لو قال لك هات لي معادلة المتوسط بتاع الخلية دي والخلية دي والخلية دي، هقول له H3 بلس F2 بلس C3 على كام بقى؟ على عددهم، عددهم كام؟ 3 متغيرات، يبقى على 3 اهو، متوسطهم 58.3. طيب دي كانت المعادلات حسب حاجة المستخدم، هو اللي بيحط المعادلة حسب مزاجه، يعمل ناقص يعمل زائد يعمل متوسط يعمل اللي هو عايزه. طيب في دوال وصيغ جاهزه جوه الاكسل اللي كنا اتكلمنا عليها في بدايه السكشن؟ اه في، بنجيبها ازاي؟ بصوا كده شريط الصيغ. اول حاجه في حاجه، اول حاجه فيه اسمها ادراج دال. تعالى مطرح ما انت عايز تحط الدال اهو، لازم تبقى خليه كده اهو فاضيه، حلو كده ماشي. وروح قول له ادراج دالة، تمام. اول ما يتقول له ادراج دالة تبص تلاقي يظهر عندك ايه، هيحط لك هو علامة اليساوي اهي زي ما انتم شايفين الاول في الخلية اللي هي دي اهي، وفي شريط الصيغ فوق اهو، ويروح مطلع لك نافذة منبثقة هنا اهي، النافذة دي فيها كل الدوال اللي جوه الاكسل. طيب دلوقتي انت عندك دوال إحصائية ودوال محاسبية، النهاردة هناخد مع بعض الدوال الإيه الإحصائية اللي موجودة عندك في الكتاب. عندك الدوال الإحصائية اللي موجودة إيه؟ دالة سم، دالة أفريج، ودالة ماكس،
ودالة ماين وكاونت اف. وكاونت ايه؟ اف. اول حاجة زي ما احنا شايفين كده دالة سم، الاول نتكلم عن الدوال الاول كده بسرعة عامة. المعادلة المستخدمة في جمع عدد من الخلايا المتتابعة لازم تكون الخلايا ايه؟ متتابعة؟ لا، ممكن تبقى خلايا متتابعة او غير متتابعة. المهم ان المعادلة المستخدمة في جمع الخلايا سواء صفوف او اعمدة، خلايا متتابعة مش متتابعة، هي دالة سم. بتتكتب ازاي سم دي؟ اهي اس يو ام. تمام، ادي ايه شكل. وطبعا علشان تبقى دالة يبقى ايه؟ يساوي سم، يساوي سم كده اهي. حتى هو تلاقي ادالك خيارات قدامك اهي، اول واحدة فيهم سم، قول له ماشي اهي، تك عليه. ادي شكل الدالة. طبعا انتم ملاحظين ان شكل الدالة سم نمبر 1 فاصلة منقوطة نمبر 2. طبعا انا لاحظت يا شباب في حاجة، في نسخة من اكسل وعربي برضو كل حاجة بتكتب الدالة دي نمبر 1 وتروح واخدة فاصلة مش فاصلة منقوطة، فاصلة فاصلة. فانت عندك حسب الفيرجن بتاع الاكسل اللي انت بتشتغل عليه هتبقى شكل الدالة، وهو بيديك هنت كده تحتها اهي بشكل الدالة سواء هي بفاصلة منقوطة او بفاصلة. تمام، احنا عندنا في الكتاب ونسخة الاكسل اللي قدامي دي فيها فاصلة منقوطة. تمام، طيب فاصلة منقوطة ديت بنستخدمها بين لما تبقى ارقام مش متتابعة. طب لو انا بجمع ارقام متتابعة، متتابعة يعني شايفين، شايفين العمود ايه ده، اهو اهو ده اهو ارقام متتابعة اهو E2 E3 E4 E5 E6 E7. يبقى انا عايز اجمع مثلا ارقام متتابعة من E2 لحد E7. يبقى كده ايه؟ اهي بص كده E2 لحد E7. تمام، يبقى هنقول له E2، بس في الحالة دي بقى نقطتين فوق بعض لحد ايه؟ هنقول له equal sum E2 نقطتين فوق لحد E7. اقفل القوس، بقول له اجمع لي من E2 لحد E7. شوف هو نفسه عمل العلامة ديت حوالين الحاجات ايه اللي احنا عايزين نجمعها، العمود ده من E2 ل E7، وبعد كده نقول له انتر، طلع لنا المجموع بتاع الارقام المتتابعة من E2 ل E7، sum E2 ل E7. يعني معناها من الخلايا المتتابعة من اول واحدة لاخر واحدة. طيب لو هو عايز، لو احنا عايزين مثلا ايه نقول له اجمع لي خلايا مش متتابعة، يبقى في الحالة دي هتبقى الدالة بالشكل ده، يساوي sum وافتح قوس اهو، هقول له مثلا اجمع لي H3، وطبعا اهي ادي الفاصلة المنقوطة سوري H3، هنقول له مع اجمع معاها F2 وناخد الفاصلة المنقوطة، ونقول له E2 فاصلة منقوطة C3 ماشي. قلت له اجمع لي دول، اقفل القوس واقول له انتر، ادي مجموع الخلايا مش اللي مش متتابعة. ايه هي كانت الخلايا اللي مش متتابعة؟ كانت H، اهي بصوا كده اهي H3 F5 سوري F2 E2 وC3، اهي خلايا مش متتابعة جمعت الأرقام اللي جواها. تمام، طيب نيجي بعد كده برضو نفس الشيء
لو احنا عايزين نضيف رقم ثابت للمعادلة دي سهلة جدا اهي، اعمل بعد ما تقفل القوس بلس 7 مثلا اهو، شفت طلع الرقم الجديد. طيب برضو نفس الشيء لو احنا عايزين ايه نجيب نسبة مئوية من الكلام ده، بعد ما نقفل القوس اللي هي يساوي سم اتش 3 فاصلة منقوطة اف 2 فاصلة منقوطة اي 2 فاصلة منقوطة سي 3، هنعمل علامة الضرب عادية جدا اهي، ونقوله مثلا ايه 34 وعلامة ايه في المية، يعني بقوله هات 34% من مجموع دول واقول له انتر اهو طلع لي الناتج 63.58%. تمام، هذه المعادلة. جميل. طب لو انا عايزة بدل ما اعمل سم، لو انا عايزة اطرح رقمين عادي خالص، تعالى على خلية فاضية كده اهو عشان تبقى هي مكان الدالة، وقول يساوي تعالى على مكان فاضي اكتب فيه يساوي مثلا، عايز اطرح اهو اتش 3 عايز اطرح منها اي 2 ماشي، يبقى هنقول اتش 3 ماينس اي 2 تمام، واضرب الانتر اهو 100 ناقص 12 ب 88 تمام، ادي الناتج. طب كان ممكن اكتبها بايدي؟ ايوه عادي جدا اهو، ادي مثلا انا عايز اعمل مكان الايه مكان الداله في الحته دي، هقول له ايكوال وبعدين اروح كاتب له كده اتش 3 وبعدين اروح اعمل علامه الماينس وبعد كده الاي 2 واروح قايل له انتر، ادي 88 تمام اهو نفس الناتج اهو. طيب كان في طريقة تانية نجمع الخلايا المتتالية دي كده اهو ازاي؟ عن طريق هنروح ادي الصفحة الرئيسية ناخد منها ايه في شريط التحرير، تحرير ادوات التحرير، هنلاقي جمع تلقائي دي، نروح هنا كده تحت اخر خلية من الخلايا المتتابعة هنا اهو كده، ونروح عاملين ايه عاملين كليك منشطينها، وبعدين ايه نقول له جمع تلقائي، هنلاقيه كتب لنا كده اللي هي المعادلة بتاعت صام اي 2 اي 7 اخر رقم، نروح عاملين احنا بقى انتر كده اهو اداني المجموع تحت العمود اللي فيه الايه الخلايا المتتابعة. طب الحكاية دي تنفع في الصف؟ اه عادي، تروح عند اخر خلية نهاية اللي هي اخر خلية في الخلايا المتتابعة، تروح على الخلية اللي بعدها نشطها، بعد كده روح جمع تلقائي، وبعد كده تعمل انتر يطلع لك المجموع في الخلية اللي انت كنت منشطها. طيب ده كان بالنسبة للجمع. طيب بعد كده عندنا مجموعة من الخلايا سوري عندنا مجموعة من المعادلات او الدوال الاحصائية، مجموعة من الدوال الاحصائية هي زي ما انت شايفينها كده كاونت اف، يعني عد الحالات اللي ينطبق عليها ايه شرط معين او خاصية معينة، عد الحالات اللي بايه اللي بينطبق عليها خاصية معينة. يعني مثلا عندك في حسابات العملاء بيبقى فيه ديون بقالها مثلا مدة كبيرة قوي وما تسددتش، بتبقى مشكوك في تحصيلها، تقول له مثلا عد في العمود بتاع او في الحساب بتاع العملاء، شوف اللي مر على الدين بتاعه مثلا سنتين من غير ما يتسدد، يبقى كاونت اف سنتين، هيروح مطلع لك العدد. طيب تمام. طيب بالنسبة للأفريج هتقول له هات لي متوسط مجموعة أرقام يا متتالية يا إما مش متتالية تمام. طب ماكس هات لي أعلى رقم في الأرقام اللي أنا مديها لك ده، سواء متتابعة أو غير متتابعة، زي ما نقول إيه مثلا هات لي مثلا
مين اكتر مورد عليها ليه فلوس، مين اكتر عميل عليه لينا فلوس، تمام؟ ونفس الشيء ماين، مين اقل واحد، ايه اقل رصيد، ايه اقل مدة تحصيل. دايما بتدور على اقل قيمة في القيم المعطاة في الايه، في الدالة. واف دي اف شرطية عند تحقق شرط معين. الدوالة ده هي كلها بنجيبها بنفس الطريقة. ازاي؟ بتيجي عند الخلية كده اهو اللي انت عايز الدالة تبقى مكتوبة فيها او المعادلة اهي، وتروح رايح عند شريط الصيغ بالتحديد ومتكي على صيغ، وتروح جاي على اف اكس اللي هي ادراك دالة ده اهي، وتروح ضاغط ادراك دالة. يبقى نقول ايه؟ ها، ايقونة الصيغ ادراج اف اكس ادراج دالة تظهر، ها، نافذة، اختار منها احصاء، ده هي كلمة احصاء، ده هي هيطلع لك اللي هي الايه، الدوال الاحصائية، ومتفهرسة بالايه، بالفرز اللي هو من ايه تو زد، يعني مكتوبة بالترتيب ابجدي. فهتلاقي اول واحدة افريج، لو انت عايز افريج استخدم افريج اهي. طب افرض انت عايز كاونت اف، انزل شوية كده تحت بالماوس هتلاقي كلمة ايه، كاونت اف اهي. طب افرض انت مش عايز كاونت اف، انت عايز ماكس او ماين او اف نفسها اهو. ادي ماكس وادي ماين. هل ده معناه ان انا هاخد الدوالة دي كلها في وقت واحد؟ طبعا مش هاخد الدوالة دي كلها في وقت واحد، لا، هي واحدة في المرة. يعني لو انا مثلا بقول له ايه، هقول له هات الافريج بتاعت الخلايا من E2 لحد E8، تمام؟ عايز متوسط متوسط مجموع الخلايا اللي هي من E2 لE8. يبقى هقول له average. طبعا الناتج مش هيطلع هنا، لا، انا منشطه خليه اهي، بص كده الخليه اللي انا منشطاها اهي، هيطلع الناتج هنا. يبقى هنقول له average، شوف بقى هيظهر لنا ايه لما نتك على average. هقول له average واقول له موافق، هيطلع لنا هنا عشان احط بقى الايه، الخلايا اهو. تعالى هنا اقول له اهي E2، وبعدين اتك على الايه، السطر اللي بعدها، تمام، E3، وبعد كده اضغط تاني E4، وهكذا E5 E6 E7 E8، تمام. اقول له موافق اهو، ادي المتوسط بتاعهم طلع اهو 72.4. لو اتكينا عليها كده دبل كليك هيديني الايه، هيديني الخلايا اللي انا جبت ايه، متوسطها قدامي اهي، تمام. وطبعا المعادلة برضو بتبقى ظاهرة قدامك هنا اهوت في الايه، في شريط الصيغ اللي فوق ده. طيب لو انا عايز اجيب، مش الافريج، اقول له عد لي الارقام او هات كام رقم يبلغ 12 في مجموع الارقام اللي من E2 لحد E8.
8 تمام. يبقى هقول له اهي كاونت اف كاونت، هقول له طبعا طبعا لازم اكون محدد الدالة اهي ماشي، المكان اللي هيظهر فيه الدالة اهوت، اقول له كاونت اف كاونت اف ايه اهو اي تو لحد اي 8، واروح قايله له ايه انتر. سوري، الرينج من اي 2 لحد اي 8، والكرايتيريا هقول له 12 اهو، هقول له عد كام رقم من اي 2 لاي 8 يساوي 12 اهو، اقول له موافق اهو، قال لي واحد بس اهو، ده هو بس اللي كان يساوي 12. طب خلينا نزود هنا اهو 12 كمان ونعمل ايه، طب 14 ونعمل مثلا 50، وادي 12 اي حاجة تمام كده. هقول له اهو ادي المكان بتاع الدالة اهوت، هقول له طبعا احنا قايلين من الاول احصى خلاص، فهنقول له كاونت اف المرة دي اهو كاونت اف، هقول له كاونت اف ايه الرينج من اي من اي 2 لحد ديت، معناها نقطتين فوق بعض، من اي 2 نقطتين فوق بعض لحد اي 13، والكرايتيريا الخاصية ان الرقم يبقى يساوي 12، ونقول له موافق. شوف طلع الرقم كام، 3 هم 3 بيساوي 12 في العدد اهو، ودي واحد وادي التانية وادي التالتة.